راح نديروا دستور والمعارضه نعطيو لها بلاصتها. صار صافي 15 عام وانتم هازين العصا للمعارضه واللي ينطق تعطيو له الراس وتديوه للحبس وقال راك لاماند ليترونجي. يا اخي دمي لصقوها فيكم هذه. انا عاد تعجبني هذه، عاد تعجبني سام فيرير. هذو اللي عندهم 20 كولونيل في الثوره تقولوا القبائل، قال عندنا 15 ولا 20 كولونيل في الثوره ولينا احنا لاماند ليترونجي. وين كنتوا كي كانوا جدودنا احنا دي كولونيل في الثوره؟ وين كنتوا انتوما؟ وين كنتوا انتوما؟ وين كنتوا انتوما؟